جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز لمن عليها العذر الشهري أن تقرأ القرآن في السر، أي من غير أن تنطق بلسانها حرفا واحد، وهل يجوز لها أن تسمع التلاوة؟ سماع التلاوة لا بأس به، أما قراءة الحائض للقرآن فهي محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، لأن عليها حدثا أكبر، فهي مثل الجنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة. ومن العلماء من يرخص للحائض والنفساء في قراءة القرآن إذا كانت تخشى نسيانه، إذا كانت تحفظ القرآن وتخشى في فترة الحيض والنفاس أن تنسى حفظها فإنها تقرأه. وكذلك في وقتنا الحاضر الطالبة التي عندها امتحان وإذا لم تحضر امتحان القرآن فإنها ترسب، فهذه حالة عذر يجوز لها أن تقرأ القرآن. الحاصل أنها في حالة العذر لا بأس أن تقرأ القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، وأما قراءتها في نفسها بدون تلفظ هذه لا تسمى قراءة، هذه لا تسمى قراءة. نعم.